ما بين مهجر ونازح، ما بين لاجئ وضيف، تسميات عدة لإنسان يعيش في أرض لم يخترها بنفسه بل فرضتها عليه ظروف الحرب والمأساة. وحدهم السوريون من جمعوا تلك المسميات، سواء داخل سوريا أو في عدة بلدان مختلفة وصلوا إليها. لنمسك معا طرف الخيط ونتعرف إلى الفرق بين هذه المسميات، وما القوانين التي تحمي السوريين في دول اللجوء، ومتى يمكن ترحيل أي لاجئ أو إعادته إلى سوريا. بداية، لابد من الإشارة إلى أن القوانين والمبادئ التي تستهدف حماية اللاجئين بدأ الحديث عنها ووضعها في الفترة الأولى من القرن العشرين في ظل عصبة الأمم، وبلغت ذروتها يوم 25 من تموز عام 1951 عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وينص أحد الأحكام الرئيسية في الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين، والمصطلح القانوني هو حظر الطرد أو الرد إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد، كما إنها تحدد الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية. إلا أنه ومع أضخم موجة نزوح في العالم وتسجيل أكثر من 13 مليون سوري اضطروا للفرار خارج البلاد أو النزوح داخل حدودها، فإن هذه الاتفاقية لم تطبق بحرفيتها بحق اللاجئين السوريين، خاصة مع توجههم إلى بلدان مختلفة تحمل سياسات وتوجهات غير متشابهة، مع اختلاف المسميات التي أطلقت عليهم والتي أشرنا إليها في البداية. ففي تركيا تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 3,600,000 سوري يعيشون فيها بدأوا بالتوافد إليها مع بداية الثورة وتسجيل أولى عمليات النزوح، إلا أنهم لم يحصلوا فيها على صفة لاجئ، بل أطلقت السلطات التركية عليهم اسم الضيوف ومنحتهم الحماية المؤقتة، ليرى قانونيون أنها محاولة من أنقرة للتملص من المسؤوليات القانونية والواجبات التي ستترتب عليها من منح السوريين صفة لاجئ، كما هو الحال في الدول الأوروبية. السوريون في لبنان والبالغ عددهم قرابة 1.5 مليون ليسوا بأفضل حال من تركيا، فالسلطات اللبنانية تخلت منذ البداية عن القيام بأي واجب تجاههم. لم يعتبروا لاجئين ولا حتى ضيوفاً، بل رافقتهم صفة نازح، وهي التي لا تلزم الدولة المستضيفة بأي واجبات عينية كانت أم مادية، وهو تهرب واضح كما يرى محللون من تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق اللاجئين التي نصت عليها اتفاقية عام 1951، علماً أن صفة نازح تطلق على من نزح إلى مكان آخر داخل الدولة الواحدة. الحال نفسه ينطبق على السوريين في كل من الأردن والذي يعيش فيه ما يقارب من 670,000 سوري، والعراق الذي يوجد فيه ما يقرب من 260,000. وبالانتقال إلى بعض الدول الأوروبية وحال السوريين اللاجئين فيها، ففي ألمانيا مثلاً وصل إليها ما يقرب من 879,000 وفق أحدث الإحصائيات الرسمية، والسويد يعيش فيها نحو 200,000 سوري، إلا أنهم منحوا صفة اللجوء وما يترتب عليها من حقوق للسوريين، حيث يتمتع اللاجئ بحق الإقامة ويوفر له مصدر دخل يعيش به، فضلاً عن توفير الصحة والتعليم، كما يمكنه التقدم بعد عدة سنوات تختلف بين دولة وأخرى للحصول على جنسية البلد الذي يعيش فيه. الترحيل القسري وخرق قانون اللجوء. جميع الاتفاقيات المعنية بهذا الشأن تنص على أن اللاجئين يتمتعون بحماية القانون الدولي، كما تحظر على الدول المستضيفة لهم إعادتهم إلى أوطانهم إذا كانت حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر. إلا أن كلا من تركيا ولبنان يبدو أنهما يلتفان على تلك الاتفاقيات، حيث رحلت تركيا تحت مسمى العودة الطوعية أكثر من 531,000 سوري وفق أحدث إحصائيات لوزارة الداخلية التركية. وفي لبنان أيضاً رحلت السلطات سوريين إلى مناطق سيطرة ميليشيا أسد تحت مسمى العودة الطوعية، متجاهلة كل التحذيرات والتقارير الدولية من أن سوريا لا تزال غير آمنة. السوريون بعد أن استضافوا مهاجرين ولاجئين من دول عديدة وشهد لهم التاريخ بحسن الضيافة، تحولوا اليوم إلى لاجئين ونازحين ومهجرين، وبالتالي باتوا ورقة سياسية طمست كل الأعراف والقوانين والأقاويل حول الإنسانية وحقوق الإنسان.